الشيخ صباح حاتم رضا الشغانبي، مرشح المنطقة الثالثة التسلسل 54 تحالف قوى الدولة الوطني. المنطقة الثالثة اللي هي قضاء الدير وتوابعه، وكذلك الحارثة وتوابعها من النواحي والمناطق والمحلات الكبيرة، جميعها ضمن جسر الغزيزة ومنطقة الغميج شمالا. فقضاءين اثنين المنتجات للنفط، ولكن لا يوجد مستشفى واحد يليق بمقام هاي المنطقة، والمريض ينقلونه المركز البصرة. عندنا يعني مستشفيات بسيطة جدا، بحيث حتى أسرة للمنام ما متوفرة بالمستوى المطلوب اللي يليق بهاي المنطقة. كذلك سوء الخدمات، مثلا لحد الآن ما غير صالح للشرب، ما مالح يعني مناطق. طيب البطالة الموجودة بطالة عجيبة بهاي المنطقة، شوف كوادر عندنا ومهندسين، والحمد لله شبابنا يافعين ومتطلعين نحو التقدم، ولكن واهسهم مكسور لأنه يخلص دراسته ويبقى جليس الدار. يألمنا، والدافع اللي خلاني يعني سبب من الأسباب اللي أتقدم الصدة كمرشح لهاي المنطقة حتى أطالب بحقوقها هم بالبرلمان وكذلك بالتنسيق مع الحكومة المحلية بالمحافظة. طبعا أمامي طريقين، طريق عام اللي هو يخدم العراق بصورة عامة، وطريق خاص اللي هو يخدم البصرة ومن ضمنها منطقتي هي المنطقة الثالثة. فالطريق العام اللي عندنا طموح انه نتوصل به الى نتائج، يعني مع اخوتنا ان شاء الله الفائزين بقبة البرلمان، رفع الاقتصاد الوطني المفروض ما يبقى على هذا المستوى. العملة العراقية مقابل العملات الأجنبية المفروض تتفوق العملة العراقية باعتبارنا بلد نفطي منتج مؤهل، يعني حتى أغلبية الشعب العراقي هم من قطاع الشباب اللي هو قطاع منتج، يعني حتى شيخوخة قليلة عندنا تقريبا نسبتهم 20%. هذا الجانب مهم جدا، تنظيم علاقتنا بدول الجوار على أساس حب الوطن والوطنية، وكون نقضي على التبعية. أي نقضي على التبعية، المفروض أنا أكون عراقي بلدي أولا. يعني خاف جيلنا هسه ما يعرف قيمة الدينار العراقي بالسبعينات، الدينار العراقي يقابل 3.5 دولارات أمريكي، يعني الدولار الأمريكي منخفض حدر قيمة الدينار العراقي. ليش هسه احنا شنو تغير؟ احنا تطورنا بالصناعة وتطورنا بالإنتاج النفطي وتطورنا علميا، شبابنا الحمد لله وصلوا إلى مراحل. المفروض ننهض ونقلل من الإيرادات اللي تدخل، يعني قصد الاستيراد. ليش ما ننتج احنا؟ ليش نستورد سكر مثلا وعندنا معامل سكر؟ ليش نستورد ورق وعندنا معامل للورق؟ أنا أوجه رسالتي لجمهورنا الحبيب أنه اللي يوسع المشاركة في الانتخابات، لأن مرت عليهم 18 سنة وشافوا المآسي، وهم نتيجة هاي التلكؤات الظاهرة وقدموا شهداء. فحفاظا على دماء الشهداء يكون كل واحد من عندنا يختار الاختيار الصحيح ويشارك بالانتخابات حتى يوفي شهدائنا اللي قدموا دمهم من أجل العراق ومن أجل رفعة العراق.